أفتح له بابا في السماء ويقول نظرت فإذا بابا مفتوحا في السماء، وأوريه القوات السمائية كلها، وأخلي ملاك يقوده ويشرح له، وأستأمنه على معرفة ما كان وما يكون وما لا بد أن يكون في آخر الزمان، وأملاه من محبتي، وتصبح جزيرة بطمس أحسن من جنة عدن، ولا يشعر أبدا من وحداني ولا فرداني، لأننا معاه والقوات السمائية معاه والمناظر الإلهية معاه وتأملات الروحية معاه وآخر مزاج في المنفى. ربنا ده صحيح يجرح ويعصب، يجرح ويعصب. عشان كده باسيليوس الكبير لما حددوه بالنفي قال لهم هل سأنفى إلى بلد لا يوجد فيها الله؟ قالوا له لا، كل بلد فيها الله. قال لهم يبقى الحكاية دي مش هتهمني في حاجة، يبقى الحكاية دي ايه مش هتهمني في حاجة، كل بلد فيها ربنا. لذلك نجد ان ربنا كان موجود مع الناس الذين ذهبوا الى السبي، زي دانيال النبي اخذ الى السبي. تقول له يا رب دانيال الرجل المحبوب اللي